اهلا بيكم في فيديو جديد معانا. الفيديو ده هنشرح فيه طريق للربح من النت عن طريق انك انت تلعب العاب بس يعني، والالعاب مش بتحتاج انك انت تحملها، لا ده بتبقى زي العاب فلاش اللي هي على الكمبيوتر وخلافه، يعني تضغط على اللعبة تشتغل فورا بدون تحميل او اي شيء، وبتكسب من الالعاب المسلية دي بتكسب فلوس، وفي نفس الوقت انك انت لو شارت التطبيق برضو بتكسب فلوس، وده كله هنوضحه ان شاء الله حاليا. اول حاجة بتكسب منها اللي هي حاجة اسمها عجلة الحظ، بيجيب لك فيديو تتفرج عليه مدة 10 ثواني، بعدين بتدوس على علامة الخطأ زي ما احنا شايفين حاليا، العلامة دي بعد ما 10 ثواني بيعدوا تمام، بعدين بتجيلك خانة اللي هي سبين تضغط عليها فبيديك الهدايا انت وحظك يعني. انا مثلا اداني زي ما انتوا شايفين 24 تيكت، واداني 10 دقايق ان التيكت تبقى الضعف في مدة 10 دقايق، من أي حاجة بكسبها أي لعبة أو أي شيء بتبقى الضعف في مدة 10 دقايق. بكسب إزاي تاني؟ بكسب عن طريق الإحالة، أي شخص بيحمل التطبيق من خلالي أنا باخد كام؟ باخد 10 سنت، بالإضافة باخد 500 سنت تمام، ده لو حد حمل التطبيق من خلالي تمام. لو أي شخص كتب الكود الخاص بيا بياخد 1000 تيكت، والألف تيكت دي برضو بيبدلها بفلوس تمام، يعني انا بكسب والشخص اللي حمل التطبيق برضو بيكسب. دي بس لازم الشخص يوصل للمستوى الخامس، يعني يوصل للمستوى الخامس كده انت بتستلم الهدايا بتاعتك. فبيوصل ازاي المستوى الخامس؟ في نفس اليوم من لعب الالعاب، لعب مثلا لعبة 2 3 كده وصل للمستوى الخامس وخلص الامر. بنكسب عن طريق الحاجة الثالثة اللي هي زي استطلاعات، زي تحميل العاب تكسب منها مبالغ ضخمة، يعني انت تليفونك فيه مثلا مساحة او شيء بتكسب مبالغ ضخمة عن طريق هذا الامر. ومعنا برضو شيء تاني بتكسب منه اللي هو زي يعني تخمين الرقم الخاص بيك، يعني مثلا انا خمنت رقم علشان اكسب $10 في الحال يعني، بس الرقم اللي خمنته طلع يعني مش عليه، يعني مكسبش الرقم ده يعني. طيب انت تعمل الامر ده ازاي؟ وازاي انك انت مثلا تخلي الفرصة مع الاكبر، تضغط على الخانة برايز اللي احنا تحت، بعدين تضغط على جيت كود او جيت كود، بعدين انا بس اختصرت الفيديو عشان الوقت عن حضراتكم، بدوس على جيت كود بتفرج على فيديو مدته مثلا 10 ثواني او 20 ثانية، بعدين بدوس على علامة الخطأ، بعدين بيبقى معاك كود، بيبقى لك معاك امكانية انك انت تاخد 4 اكواد، وده انا بفضل انك انت تعمله عشان ترفع نسبة انك انت ممكن تكسب. انا بختصر وقت عليكم عشان وقت الفيديو، بس بوريكم ازاي انك انت الاعلان بيجيلك وازاي تختصره بعدين. انا بدوس علامة الخطأ حاليا بعد ما الفيديو خلص تمام، وكده بيجي انا معايا 4 اكواد، ممكن اي كود منهم يكون الصحيح واكسب $100 في الحال واقدر اسحب. طب انا بسحب ازاي؟ وهل في مكاسب تاني؟ تابعوا معايا لنهاية الفيديو علشان تستفاد. انا كده عايز ان انا ابتدي اكسب تاني واكسب من الالعاب، هعمل ايه؟ تابعوا معايا. بضغط على الاول خانة، دي خانة الالعاب، زي ما انتم شايفين الالعاب اللي امامكم دي العاب اللي هي مش عليها ضغط، يعني الالعاب اللي لسه نازله جديد تمام، وانا هوريكم الالعاب المشهوره اللي هي تعتبر افضل من الالعاب اللي لسه نازله جديد وبتكسبكم اكتر، هوريكم مكانها فين وتكسبوا منها ازاي. يعني دي الالعاب لسه نازله جديد فانت بتكسب منها برضو، بس بتبقى بصعوبه انك تكسب منها. فانا هوريكم مكان التطبيقات المشهوره اللي بتديك نقاط اعلى واكبر، دي برضو لعبه نازله جديد بس صعب انك تكسب منها، يعني انك تفهم يعني موضوع اللعبة وانك تكسب منها صعب. هو حلم بيقول لي هاو تو بلاي، بيوريني طريقة اللعب ازاي، وبعد كده بدوس اوك وابدأ العب. بس انا هوريكم الالعاب الانضف وبتكسبك تيكت كتيرة جدا. كده هنطلع من اللعبة دي حاليا ونشوف الالعاب التانية اللي بلغتكم عنها. هضغط على زي ما انتم شايفين الفلوس اللي فوق دي، علامة الفلوس، بعدين هضغط على ايرن تيكتس، بعدين هدور على كلمة بلاي جيمز واضغط على كلمة العب.
بعدين هختار اي لعبة من دول، ودي الالعاب المشهورة والالعاب السهلة اللي بتكسبك في ثواني. زي ما انتم شايفين عبارة عن لعبة عربيات، بحاول انا اتفادى مع عربيات الشرطة وبكسب من كده فلوس. يعني انا بلعب لعبة حاليا وبكسب فلوس، يعني ما فيش اجمل ولا اسهل من كده. تمام، حاليا انا بلعب وبكسب فلوس. انا هكسب ازاي؟ انك انت تعدي مستوى، اول ما تعدي مستوى كده انت هتكسب النقاط الخاصة بيك، والمستوى ما بيكملش الثواني معاك انت وبتفوز فيه، يعني شيء بسيط خالص وتفوز. زي ما انتوا شايفين معانا انا هفوز في المستوى حاليا وهوريك النقاط اللي انا هكسبها. انا حاليا فزت في مستوى بيقول لي ميزون كومبليتد، كده انا فزت في المستوى. بس انا اللعبة يعني الصراحة جميلة، فاكمل فيها شوية ونكمل باقي الفيديو بعدين. بس كده كده احنا شرحنا بتكسب ازاي، يعني كل مميزات التطبيق الجميل ده. تمام، زي ما انت شفت اللعبة مش بتحمل، مش بتعمل اي شيء للالعاب، بتطلع اللعبة بتفتح معاك بتلعب مباشر، يعني بدون تحميل الالعاب او اي شيء. والتطبيق حجمه 15 ميجا بس، يعني حاجة ملهاش حل يعني. تمام كده احنا يعني انا كده عايز اعرف هسحب فلوس ازاي بقى. انا كده هسحب فلوس ازاي وعن طريق ايه؟ يعني مثلا انت الحد الادنى اول حاجة لسحب فلوسك 10 دولار، انك انت توصل ل10 دولار. طب هسحب ازاي؟ تضغط على الخانة اللي مكتوب عليها الفلوس اللي انتوا شايفينها فوق دي. تمام، هجيب لك خانة قصادك بيقول لك اللي هي باللون الرمادي. اول ما توصل ل10 دولار دولار هتنور معاك باللون الذهبي، بعدين تقدر انك تسحب فلوسك.